بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم راح يكون عندنا إن شاء الله تكملة لمادة مبادئ في الري والصرف. اليوم راح يكون عندنا مختبر، موجود عندكم المادة مختبر رقم 6 اللي هو الميثود اوف irrigation أو الإيريجيشن ميثود. إن شاء الله اليوم راح نتعلم عن الميثود اوف irrigation. The method of irrigation هي عبارة عن الووتر irrigation عرفناها بالبداية اللي هو أبلاي الووتر للنبات مشان نزود بالرطوبة الملائمة. فبنقول هون عبارة عن إيش؟ الووتر أبلاي تو لاند باي. إيش الميثود of irrigation؟ أول method of irrigation في عندنا uncontrolling flow. المقصود هون بالuncontrol اللي هي soil service، يعني ما بعدل على soil service، بترك soil service مثل ما هو، بخلي المي تمشي بشكل فيضان. ودائما هذا بكون في المناطق اللي بكون فيها امطار عاليه وفيضانات عاليه، مثل الباكستان لما يصير فيها فيضانات من الجبال الروسية بتنزل عليها، فبيستخدموا هم الفلودينج ايريجيشن. في عندنا نوع ثاني بسموه الكنترول فلو. ايش فلو الكنترول؟ الكنترول عباره عن ايش؟ الكنترول عباره عن اني بعمل عمليات تعديل بالسويل سيرفيس، بعدل على السويل سيرفيس. وفي عندنا نوعين من ايش؟ من الكنترول اللي هو البيزن ايريجيشن للري المغمور، والبوردر ريجيشن الري بالاحواض. ماشي، هذول الاثنين راح نشوف ايش كل واحد فيهم. البيزن ريجيشن اللي هو انت عارفين اكثر شيء، اللي بيظل فيه، اللي لازم يظل اغلب موجود فيه مي، وراح تشوفه الصور كمان، واغلب محاصيل مشتغل فيه له الرز. وفي عندنا البوردر ريجيشن اللي هو الاحواض اللي بنزرع فيه الانتنسيف كروب، المحاصيل بتكون فيها ايش؟ كثافه عاليه. النوع الثالث عندنا اللي هو الدريب ريجيشن، الري بالتنقيط نقاطات. في عندنا سبرينكلر ريجيشن، وفي عندنا الصب ريجيشن، وفي عندنا الفرو ريجيشن. راح نتطرق ان شاء الله لكل ميثود. وهون عندنا بسموه الفري فلودينج، زي ما انتم شايفين عباره عن قناه بتصير فيها مي بتصير تنزل على ايش؟ على المناطق بشكل فلو، بشكل يعني بدون ما نحدد مساحات، ما بنعدل بالصوب مباشره، بضل ينزل، حتى بنزل لهون برد ينزل لهون بعض الاشي. في عندنا البوردر ريجيشن، هون عملنا تعديلات بالسول سيرفيس زي ما انتم ملاحظين هون بالصوره. هذا بوردر ريجيشن، عملنا تعديلات خليناه يفوت من هون ويظل المي جوا معدل. لما نعمل اي تعديل بالسول سيرفيس بكون عندنا بسموه بوردر ريجيشن. هاي الصوره مثل عندنا البيزن ريجيشن. شو الفرق تقريبا بين البوردر والبيزن؟ البيزن لازم يكون اغلب موجود مي، يعني اغلب الوقت موجود مي. هون عندنا الدريب ريجيشن، الري بالتنقيط، عندنا السبرينكلر ريجيشن، وفي عندنا مصطلح اسمه الصب ريجيشن. الصب ريجيشن هو عباره عن ايش؟ الووتر دايركت للروت زون، يعني انا بحط الووتر مباشره دايركت للروت زون، يعني بخلي مصدر المي مباشر يكون بحد الروت زون، فبسموه صب irrigation. هاي عندنا الفرو irrigation، الري بالأثلام. طيب القاعدة الذهبية في عمليات اختيار الطريقة المناسبة للحقل اللي رح نشتغل فيه، اسمه القاعدة الذهبية اسم ايش لازم نعرفه؟ اللي هو سايت analysis، تحليل الموقع. بحلل شو الموجود عندي وشو المتوفر وشو اللي بقدر بشتغل فيه. يعني ممكن الميثود هاي تكون ضابطة هون وهون وهون، بس ما بقدر أشتغل فيها لأنه ما في عندي متوفر هاي الأمور. فدائما أي ميثود لازم نعمل إيش بسموه سايت أناليسز، نحلل الموقع. طيب عشان عندنا نختار اي ميثود، في عندنا بعض الفاكتور اللي بتاثر في اختيارك لهاي الميثود. من هاي الفاكتور الها فاكتور متعلق ايش؟ بالووتر، من ناحيه الكوانتيتي كميه المي، والكواليتي للووتر، والكوست اوف ووتر. يعني اول واحده الكوانتيتي كميه المي، يعني اذا ما كان عندي كميه مي كافيه ما بقدر اعمل ايش؟ سيرفيس ريجيشن او بيزن ريجيشن، ما بقدر اعملهن لانه ما في عندي كميه مي متوفره. ومن ناحيه كواليتي، من ناحيه الكواليتي اني ما بقدر اشتغل اذا كانت عندي مي مالحه، ما بقدر ايش؟
اشتغل فيها مثلا بنظام سبرينكلر ريجيشن. اذا كانت عندك المي مالحه ما بتقدر تشتغل بالسبرينكلر ريجيشن، لانك راح تعمل ايش؟ حرق للاوراق النباتات والثمار، وخاصه نصب عندك من المحاصيل الحساسه للفراوله، مثل اذا كنت زارع فراوله يعني ما بقدر اروي بمي مالحه، ما بتحمل الكواليتي للووتر. فبالنسبه للميثود اوف الريجيشن اذا كانت مالحه ما بقدر اشتغل بالسبرينكلر ريجيشن، لانه بيعمل عندي ايش؟ بيعمل عندي حرق للنبات مباشره، النبات بيكون مقاومته اقل، مش مثل مقاومه الجذر. والكوست اوف ووتر كلفه المي، يعني في كان في حال كانت عندنا المي غالي شوي، يعني تكلفه الفريش ووتر من 70 قرش لدينار، طبعا حسب البير. إذا كان عندك البير مرخص بكون عندك تقريبا تكلفته من دينار دينار وربع، وزي ما بتشوفوا تنكات المي اللي بطلب تنك مي بالدار، في عندك تنك لونه أزرق هذا غير صالح للشرب، في عندك تنكات اللي لونها أخضر هاي صالح للشرب، لأنه هذا بكون ماخذ من بير وهذا من بير. وفي عندنا التريتد ووس ووتر، احنا عندنا تقريبا 150 مليون متر مكعب مياه عادمة بتدخل بالموازنة الدولة المائية، نشتغل فيه بالمحاصيل الفورج كروب، المحاصيل العلفية، نشتغل فيه دائما بالمحاصيل العلفية الأعلاف، وبعض المحاصيل اللي لا تؤكل طازج. أي محصول يؤكل طازج يمنع ري به بالمياه العادمة، هذا قانون ومخالفته يعني كبيرة بتكون. فإذا كان عندك كوست عالي للووتر ما بقدر أشتغل الفلودينج إريجيشن البوردر، بدي أشتغل مثل دريب إريجيشن اللي بيكون فيها الووتر يوز إفيشنسي عالي لأنها التكلفة عالية عندي. في عندنا فاكتور له علاقة إيش بالسويل أند اللاند سيرفيس، المقصود هون بالسويل تايب اللي هو الساندي والكلي. يعني إذا كان عندي ساندي سويل يفضل إيش؟ إني ما أعمل فيها بوردر وبيزن، لأنه المي ما راح تتحمل. إذا كانت كليه ممكن أعمل فيه، لأنه راح تكون حركة المي جانبية مش عامودية زي ما احنا شايفين، جانبية راح تكون. وبالنسبة للسلوب، إذا كان عندي في ميول زي ما انتم ملاحظين هون بالصورة، عندنا الميول عملها إيش؟ عملها دريب إريجيشن. بس لما نعمل دريب إريجيشن راح تتركز المي وين؟ هون. راح يصير عندك نمو الجذور اغلبه هون، وجود جذر من هون ضعيف، فراح تطلع عندك النبته مايله لتحت، واذا طلعت مايله لتحت عندك عند ابي هبه هواء بتقع الشجره. وزي ما احنا ملاحظين هون عندك بالسبرينكلر بالجولف، ملاعب الجولف النجيل، لما تكون المنطقه irregular غير منتظمه ما بقدر ايش اعملها، ما بقدر اعملها الا بسبرينكلر إريجيشن. يعني ما بقدر اعملها هون دريب إريجيشن لاون مثل الملاعب النجيل، ما بقدر اعملها. فهون مستخدم دريب إريجيشن، بس هون افضل حل لها دريب إريجيشن. يعني لما نعمل السايت اناليسيز ونشوف شو افضل شيء، ايش بسموه السيوتابيليتي اناليسيز، تحاليل الملائمة المكانية، بعرف انه افضل شيء عندنا اللي هو الدريب إريجيشن. وافضل شيء عندنا بالمناطق الريجولر باللاو بالنجيل اللي هو السبرينكلر ريجيشن، وراح قدام نعرف ليش. في عندنا فاكتور له علاقه بايش؟ بالكروب، بالمحصول، من ناحيه الجذر، الستم، الليف، الفروت، الفلاور. يعني في عندك محاصيل اللي بتكون عندك السيرفيس روتينج كروب، المحاصيل اللي بيكون جذرها سطحي مثل النجيل. بالنجيل أنا ما بقدر أعمله إيش؟ ما بقدر أعمله بالسيرفيس إريجيشن بوردر بيزن، لأنه الجذر بيختنق. مشان هيك بتم إنشاء الملاعب دائما بتكون على نسبة رمل عالية. ملعب الحسن كله، ملعب الحسن الدولي معمول كله على رمل صويلح سيليكا، مشان تتحكم أنت إيش بالكمية الري، وتتحكم انه مهما زاد عندك الامطار ما راح يعمل عندك ووتر لوجينج هون، ويعمل ايش؟ قتل للجذور.
فافضل شيء نعمله ايش بسموه السبرينكلر، نظام ري هو السبرينكلر. السبرينكلر ايش بيعملوا، ايش بسموه رين سيميوليتر، محاكاه الامطار، بكون توزيع منتظم وبحدد اني ايش البريسيبيتيشن الريت، معدل الايش الهطول في المحاصيل اللي بتكون تزرع رو رو كروب. المحاصيل اللي تزرع بالرو كروب اغلبها هو ايش الفيجيتابل الخضروات، يفضل ايش ان نستخدم الفرو اريجيشن. طبعا هون احنا بنتكلم كساينس، احنا مثل الاردن عندنا ما بنستخدم الفرو اريجيشن ايش بالرو كروب، المحاصيل ايش اللي بتزرع بالرو كروب اللي هو الفينجوسين الفيجيتابل الخضار، احنا بنستخدم دريب اريجيشن. ليش بنستخدم دريب اريجيشن؟ لانه اوفر للمي. نرجع للجولد رول اللي هو ايش سايت اناليسز، عندنا كل فعاليه ما بقدرش استخدم السبرينكلر ريجيشن الفرو ريجيشن، بستخدم الدريب ريجيشن. دول ثانيه عندها فائض في المياه بتستخدم الفرو ريجيشن، ما في مشكله عندها. المحاصيل تنزرع على شكل انتنسيف كروب، محاصيل بتكون بكثافه يعني نمبر اوف بلانت بالسكوير متر بالمتر المربع، مثل الملوخي النعنع الكسبره، هذول دائما بنزرع ايش بوردر باحواض. في عندنا اللونج كروب، المحاصيل بتكون ايش ساقها طويل تقريبا. هنا بعض الدول ترويها بالسبرينكلر ريجيشن وبعض الدول بتستخدم بالدريب ريجيشن، بس لا يفضل دائما ايش استخدام السبرينكلر ريجيشن، لانه السبرينكلر ريجيشن اذا بتحطه مثلا على الارض راح يضرب ايش بالنبات نفسه، راح يزيد عندك الرطوبة النسبية للنبات، راح يعمل عندك مشاكل أعفان أمراض فطرية. فدائما لما نزرع بالمنطقة بدنا نشوف المناخ الموجود، شو أغلب شو الرطوبة السائدة بالمنطقة، ونحدد كل إشي الموجود عندنا وعلى أساسه بقرر. بس دائما لا يفضل استخدام اللونج كروب، المقصود هون اللي هو الستيم، يعني يكون النبات نفسه طويل، ما لا يفضل انك تستخدم فيه السبرينكلر اريجيشن. والاورشارد اللي هو البساتين دائما نستخدم فيه الدريب اريجيشن. هاي الاورشارد اللي هو البساتين. طيب في عندنا اذر فاكتور له علاقه بالكلايماتيك مثل الويند، يعني لما يكون عندنا منطقه مثل منطقه باب الهواء عندنا، هو لا يفضل انك تستخدم فيها سبرينكلر اريجيشن، لانه راح يكون عندك توزيع غير منتظم زي ما احنا ملاحظين، وهي مشكلة دائما بالملاعب ملاعب كرة القدم، اني ما بقدر ايش ما بقدر اشتغل تسميد بالري. لما نعمل حقن التسميد بالري راح تشتغل المرشات، لما تشتغل عندنا المرشات المنطقة اذا كان في هواء راح يكون تتركز الايش تتركز الاسمدة كلها منطقة ومنطقة ثانية ما تصلها، راح يكون عندك مشكلة كبيرة. من لما تستخدم الحديد تسمد حديد، لما نسمد الحديد والمغنيسيوم راح يصير عندك النبات نصه أصفر ونصه أخضر، يعني راح يصير عندك المسطح الأخضر أو النجيل راح يصير عندك زي لوحة أصفر أخضر. فدائما ما يفضل دائما إيش إذا كان عندك هواء لا تستخدم إيش السبرينكلر إيريجيشن، ودائما نعمل السايت أناليسيس. في حال مش متوفر عندي غير سبرينكلر إيريجيشن بعمل سبرينكلر إيريجيشن. دائما نرجع نقول كل جولدر سايت اناليسيس، حلل الموقع واعرف شو ايش الفاكتور اللي بتمشي معك. في عندنا اذر ايكونوميكال لها اذر فاكتور لها علاقه بالايكونوميكال، يعني اذا كانت عندنا التربه ايش مش مستويه ما بروح اعملها كوست مثلا بالليفلينج، اجيب اليات واعمل كت وفل مشان اعملها ايش اعملها ليفل، مشان اعمل مثلا دريب اريجيشن ولا اعمل سبرينكلر اريجيشن، فما بقدر ايش اشتغل هاي بعمل هاي على الميلان الموجوده. ممكن استخدم سبرينكلر ريجيشن زي ملعب الجولف، بس حسب الكروب اللي بشتغل فيه. فقلت له كله بيعتمد على سايت اناليسيس. في اذر فاكتور العلاقه بالمشين بالايش بالماشين، والعلاقه بايش بالعماله الليبر، يعني في محاصيل مثلا بيكون عندك مثل البطاطا ما بتقدر تشتغل فيه عمالة يدويه، بدك تزرع فيه مثلا الدريب اريجيشن تستخدم السبرينكلر اريجيشن راح يكون شوي غلط عليهم. طيب السيرفيس اريجيشن،
السيرفيس إيريجيشن دائما بيعمل عمليات كفرينج للسول سيرفيس، بغطي سطح التربة كامل، إما بكون بكفر بغطي توتالي بشكل كامل مثل سبرينكلر إيريجيشن، كل السطح لازم إيش يترطب بالماء، وممكن يغطي إيش بارشلي زي ما إحنا ملاحظين. فدائما السيرفيس إيريجيشن بغطي سطح التربة إما توتالي أو بارشلي، وكل ميثود التوتالي هو السبرينكلر. طيب الفرو ريجيشن، الري بالاسلام. الري بالاسلام عباره شو؟ الثلم. الثلم عباره عن سمول بارلل شانل، قناه ميد تو كاري ذا ووتر ان اوردر تو ايش اريجيتد ذا كروب. يعني هي عباره عن قناه سمول، قناه دائما تعمل ايش تصنع او بقنقسين يتم انشاؤها مشان عمليات ايش نقل المياه من اجل عمليه ايش ري المحاصيل. تقريبا الفرو ريجيشن هذا زي ما ملاحظين بالصوره عندكم الثلم الفرو وهذا الرجل، تقريبا الفرو بيغطي تقريبا من 20% لايش ل 50% امثرم من السول سيرفيس. يعني من كم؟ من خمس لنص الارض بيغطيها ايش بيغطيها السول سيرفيس. تقريبا ايش بقول لك نيرلي اول ذا كروب الرو كروب، تقريبا كل الرو كروب ار ايش اريجيتد باي ذس ميثود راذر ذان ايش باي فلودينج. يعني بيستخدموا بالرو كروب دائما ايش هاي الطريقه اللي هو الفرو ريجيشن، افضل بتكون افضل ايش راذر افضل من ايش الفلودينج. الجرين اند الالفا الفا المحاصيل الحبوب والبرسيم الحجازي الالفا الفا ميديكاغو ساتيفا كروب ار ايش اريجيتد اوفتن باي ايش meaning the small furrow دائما بالفرو بأغلبها أغلب إيش بيكون بالفرو. ننتبه على الجمل زي ما أنتم ملاحظين هون الألفة ألفة بالفرو. اللينكث أوف فرو طول الفرو، تقريبا الفرو إيش بيستخدم تقريبا عندك لينكث أوف فرو. وفي عندنا راح تعرف إيش هون اللينكث الفرو لينكث هذا الفرو لينكث، وفي عندنا الفيلد لينكث. لما يكون كل الحقل فرو بسموه ايش الفيلد لينكث. تقريبا عندك 25 فور جاردن، لا ننسى فور جاردن هون عندك ايش دائما هذا عندك ايش قلت لك هذا عباره عن ديزاين وميثود نعطيك احنا ساينس ميثود هون. الجاردن 2 ايش اس لونج اس 500 فور ذا فيلد كروب في المحاصيل الحقليه. الكومن لينكث من 100 إلى 200 متر يعني الشائع المستخدم. طيب في عندك اللونج كروب ريديوس لما نقلل عملية إيش لما نقلل اللونج للفرو شو بصير عندنا؟ بصير عندنا الوست لاند يعني الأرض الفاقد في الأرض فور إيش الديجيت اللي هو القنوات but increasing with deep percolation بدي يزيد عندك التغلغل تحت منطقة الجذور. البيركوليشن اللي هو حركة المي تحت منطقة الجذور يعني loss of water and enhance بده يحسن عندك soil erosion بده يصير عندنا erosion للsoil surface للطبقة السطحية من الحقل يعني راح تكون ضعيفة لأنه يعني صار عندنا deep percolation بطل المي يظل فوق. طيب depth of furrow كstructure للفرو احنا قلنا depth of furrow قديش الدبث للفرو؟ تقريبا عندك من 20 إلى 30 ديب إيش فور أورشارد للبساتين بيستخدموا تقريبا من 20 إلى 30، وتقريبا عندنا هون من 8 إلى 20 سانتي الديب فور شوغر بين للسكر قصب السكر عند إيش الفيجيتابل الخضار. طيب مول الدبث فرو السبيس بتوين فرو السبيس بتوين فرو السبيس بتوين فرو فير للمحاصيل عندنا اللاتس الخس والكاروت والأونيون تقريبا من 30 ل 40 سنتي وللكورن والبوتيتوز والكوتن تقريبا من 60 ل 90 سنتي. The space depending on the space between furrow بيعتمد على ثلاث أشياء بيعتمد على الصويل
المقصود هون بالصويل اللي هو الصويل تكستشر، يعني ساند ولا كلي. إذا كان ساند بكون السبيس بتوين فرو قليل، لأنه الحركة المي راح تكون عمودية والنبات راح أزرعه بهذا المكان، فالمي بالكابيلر راح تطلع إيش، راح تكون ضعيفة لأنه حركة المي راح تكون للأسفل. إذا كان ساندي سويل بزغب إيش، بقلل الدبث الفرو والسبيس. إذا كان كلي السويل كلي راح تكون الحركة الجانبية أكثر، فبعمل إيش، بزيد السبيس بتوين الفرو، يعني بدل ما هو 30 إلى 20 ممكن أحطه إلى 70. هذا المقصود بالصويل. الكروب النوع المحصول، في بعض المحاصيل بيكون جذرها ايش وتدي، بيكون ايش جذرها، يعني بدها سبيس للجذر، مساحة، فبزيد السبيس بين فرو. وفي عندنا هون ايش الماشينري، الالات. بالماشينري راح تكون بتحسب حسابك انه ايش السبيس والفرو حسب ايش الماشين، الاليات اللي بدها تشتغل. مثل ما ورجيناكم صور البطاطا، يعني لو رجعنا هون على صوره الماشين، الاليات بدك تحسب حساب الفرو تكون من ضمن ايش، بالسبيس نفسه. هاي العوامل بتاثر على السبيس والفرو. طيب السلوب الفرو، السلوب تقريبا او ذا بيست سلوب، يعني افضل سلوب تقريبا من 15% الى 30%، عفوا من 5% الى 3.1%، يعني ايش، من 15% بالمية الى ايش، ل 3% ب 3.1%. الكومن سلوب تقريبا من 0.5% نص بالمية. وهي عندك السلوب كيف نحسب، الفيرتيكال على الهوريزنتال. طيب في عندنا مصطلح بسموه الماكسيمم بيرميسبل ديسشارج، اعلى ديسشارج مسموح به. بعد هذا الديسشارج بصير عندنا ايروجن. فالماكسيمم بيرميسبل ديسشارج بيعتمد على ايش بشكل اساسي، على السلوب. لانه بتتذكروا بالمختبر الثاني يوم قلنا لكم بالقنوات المفتوحه، الدرايفنج فورس، القوه الدافعه كانت ايش عندنا، اللي هي السلوب. كيف الانهار تتحرك بالطبيعه، بالسلوب. فالماكسيمم بيرميسبل ديسشارج بالاوبن بيعتمد ايش عندك، على السلوب. فالماكسيمم بيرميسبل ديسشارج بالليتر بير سكند بيساوي السلوب ايش، اس بيرسنت، من نص بالمية بالمية لنص بالمية تقريبا. فور اكزامبل ايش عندنا في الفيلد سلوب تقريبا 3.3%، 3.10 to be irrigated with furrow irrigation what is the maximum permissible discharge case erosion ويساوي كيو بتساوي 6.10 على 3.10 ويساوي 2 لتر بير سكند. هذا اعلى ديسشارج مسموح به عنده، بصير اوروجن. طيب في عندنا هون بيسموه البوردر والبيزن اريجيشن. تقريبا يعني هي الطريقه من الطرق للفلودينج، طبعا انها سمبل وكومن، اكثر شيء مستخدمه بايش، بالميدل ايست، بالمناطق الاسيويه، شمال غرب اسيا. بالمناطق الغربية. وهاي الطريقة دائما يعني أغلب استخداماتها بمحاصيل الرز، الأرز irrigated بالرايس. طيب in favorable condition بالظروف المثلى من 2 to 5 mature tree are included in one basin. بالبيزن الواحد تقريبا ايش يفضل ان يكون عندك شجرتين لخمس شجرات. هل نستخدم بالتري، بالاشجار المستخدم بالبيزن؟ نعم، بعض الدول بيستخدموها، وزي ما احنا بنقول لك هذا ساينس، انت بتشوف شو الملائم عندك وبتشتغل عليه. طبعا البيزن احنا قلنا ايش، عباره عن سمول يونت اوف اريا سراوندد باي ايش، ليفز، يعني بكون فيها ايش، تعديل للصويل سيرفيس، ما
معمول هليف. الاريا اوف بيزن ديبندينج اون على السويل تكستشر، زي ما احنا قلنا السويل تكستشر. هون زي ما ملاحظين ديزاين عندك للفيلد وكيف بعطي ايش للقنوات للبيزن. هاي عندك السيوتابل كروب فور بيزن اللي هو الرايس الارز. في عندنا هون الجدول، احنا قلنا تاثيراته بيعتمد البيزن على السول ستراكشر. زي ما احنا ملاحظين الاريا للبيزن هون الستريم سايز الديسشارج. هون عندنا الديسشارج لما يكون 100 لتر بير سكند بالكلي سويل وبالساندي سويل. زي ما انتم ملاحظين بالساندي سويل ايش بتكون؟ اقل من الكلي، من الكلي، لانه الكلي الحركه فيها ايش؟ بتكون مش عموديه جانبيه، فراح تتوسع المي ما في مشكله. بينما بالساندي سويل لازم اقل المساحه. هون بفرق الديسشارج لما يزيد الديسشارج ولما يقل. ملاحظه انه the area of specific texture is function of the discharge available for the basin. يعني التكستشر مشان يحدد لك الديسشارج، انه بتحمل هاي الكميه ولا ما بتحمل هاي الكميه. والله يعطيكم العافيه، واي سؤال ان شاء الله جاهزين. هون بس ملاحظه انه قاس القيم هون نص بالميه، هون في راح نعدلها شوي. هون التعويض اس بيرسنت بالسلوب بالاس بيرسنت، تعويضه بيرسنت. يعني اخذنا نفس القيمه هون 3 بالعشرة بالمية 30 بالعشرة عوضناها نفس الشيء اس بيرسنت. والله يعطيكم العافيه، ودائما بنرجع نقول لكم قاعده ذهبيه، كل موقع بنحلله حسب الظروف الموجوده عندنا. يعني احنا موجود عندنا ظروف غيرنا موجود عنده ظروف ثانيه. يعني مثل الديفيسيت اريجيشن عاوز الري، احنا بنعطي لك ايش تقريبا الاحتياجات، نص الاحتياجات المائيه 75 من الاحتياجات المائيه. في دول ثانيه بتعطيك 100% من الاحتياجات المائيه. فدائما حسب المنطقه، حسب المناخ، حسب توفر مصادر المياه، مصادر الاراضي، كله بيحدد لك حسب السايت اناليسيس. بتحلل الموقع وتشوف ايش الملائم لك بهذا الموقع. والله يعطيكم العافيه.